قناة الشيخ عادل بن سالم الكلباني تقدم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت، نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل تلاوتنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صلاتنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم أمرتنا فلم نأتمر، وزجرتنا فلم نزدجر، فلا أقوياء فننتصر، ولا براء فنعتذر، ولكن مقرون معترفون. اللهم قابل إساءتنا بإحسانك، اللهم قابل إساءتنا بإحسانك، وتقصيرنا بعفوك وامتنانك. اللهم اجمعنا جميعا في بحبوحة جنانك. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة، فضلا منك وكرما ومنا. اللهم أدخلنا الجنة ووالدينا بغير حساب ولا عذاب، اللهم أدخلنا الجنة ووالدينا بغير حساب ولا عذاب، اللهم أدخلنا الجنة ووالدينا بغير حساب ولا عذاب، اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم أوردنا حوض نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم وأسقنا منه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر حسابنا، اللهم يمن كتابنا، اللهم ثبت على الصراط أقدامنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأحسن خواتمنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأحسن خواتمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعط كل سائل منا مراده، اللهم أعط كل سائل منا مراده، واكتب لنا الحسنى وزيادة، واكتب لنا الحسنى وزيادة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين،
ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم حبب إليهم الإيمان، وزينوا في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للنساء المسلمات، اللهم اجعلهن مع الحور العين في الجنات، الحاضرات منهن خاصة والغائبات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تول أمر كل مؤمن ومؤمنة، وأمر كل مسلم ومسلمة، برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم قد رفعنا إليك أكف الضراعة، فاجعلنا برحمتك من أهل الحوض والشفاعة، وآمن فزعنا يوم تقوم الساعة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ول على المسلمين خيارهم، اللهم ول على المسلمين خيارهم، اللهم اكفهم شرارهم، اللهم اكفهم شرارهم. اللهم يا ذا العز والجبروت، أنقذ المسلمين من كل ظالم وطاغوت. اللهم يا ذا العز والجبروت، أنقذ المسلمين من كل ظالم وطاغوت. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، اللهم وأخرج المسلمين منهم سالمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.